بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، وأنا قادم من شرقية عمان، لفت انتباهي في مراكزكي هذا الجامع، جامع البصيرة في بلدة الحميضين، بما يتميز به من نظافة وخدمات عديدة، بجانب أنه وفر للواصل هنا مكان للراحة وأكل التمر أو الرطب والحلوى والقهوة، ووسط للراحة والاستراحة، حيث الإنسان السائق لو كان في تعب شديد بدل أن ينام في مكان في شمس، وجد مكان أيضا يستظل فيه وقد يأكل، أيضا توفر الطعام. المسجد نظيف ما شاء الله، جزيل الشكر القائمين على هذا الجامع وعلى اهتمامهم. جامع به جماليات رائعة تشجع الإنسان على أن يقبل للعبادة، وهذا أيضا تشجيع للناس تبرعوا ويساهموا في المسجد ولشراء ثلاجة، فدعوة لكل محب الخير يساهم في مثل هذه الأماكن عندما يقدم إليها. المسجد ما شاء الله رائع نظيف، فيه ما فيه من الأدعية والأذكار التي تشجع الإنسان على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، وبه المصاحف العديدة كذلك ما شاء الله. الجامع منبسط، وتجد متداخل مكان هذه الكراسي تشجع كبار السن على أن يؤدوا العبادة على راحة، وهذه المكتبة التي في الأرفف أيضا تشجيع يبقى الإنسان في المسجد يقرأ، وأسماء الله الحسنى تزين المسجد، ترتيب للمصاحف رائع، والودود من أسماء الله الحسنى، ما شاء الله مسجد رائع وجامع رائع، جزيل الشكر للقائمين عليه، وآيات عظيمة تزين بها المسجد، وأيضا ساعة معرفة أوقات الصلاة وأدعية بعد الصلاة حتى يقبل الإنسان إلى الله قد أدى العبادة، والوهاب يذكر الإنسان الله عز وجل بهذه الأذكار بأسماء الله الحسنى. الحمد لله رب العالمين على نعمه وفضله، المساجد جعلت يرتاح فيها الإنسان يؤدي العبادة على راحة، وهذا مما تتميز به مساجد عمان، والحمد لله رب العالمين. أيضا في الأعلى ما شاء الله أسماء الله الحسنى، حيث الإنسان دخل ممكن يذكر الله عز وجل بأسماء الله الحسنى، لا يكون هناك في غفلة أو في شغل شاغل عن ذكر الله وعن تعظيم الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.